السلام عليكم. السلام عليكم وليدك. شريفة بخير. الحمد لله، الله يطول لي عمرك، الله يحفظك. قولي مثلا شي واحد جا بغى يخطب بنتك. إلا جا بغى يخطب بنتي يحسن لي الشرف غادي يسترها لي. شحال غتطلبي منه الصداق؟ لا ما نطلبش منه الصداق، مالي باغي نبيع ليه بقرة. هذاك الشيء يجي عندي، إلا جا عندي بدوك يجيني معزز مكرم. تكون العائلة ديالو مزيان وتهلا فيها الحمد لله والشكر لله. باش غنبيع بنتي أنا ولا ما نبيعهاش؟ ماشي من هذوك اللي كيقولوا أنا أعطيني في الصداق مليون. لا داك مليون. داك الشيء طمع طماعين. اسمح لي، كاين اللي كيجي يطمع باغي على الفلوس، جاي على الطمع، ويقول في الاخر تزيد تسلات وتخليه. لا الراجل ولا المراه ما كيسمعوا فيا وتصنتوا ليا. الا بغى يجوج بنته بالستره هو يكمل ليها باش يستر بنته. بنات تخرج وتشوف الناس كي دايرين، البنات ولاو دايرين الوعاوع، البنات ولاو دايرين بزاف د الحوايج، دايره ماربورو في الساك، دايره الكارو، يخرجوها يمشي ودو يمشي لشرفه هكاك هبات منثوره. الحمد لله مني جا عندك للدار وجا عند بنتك قول نستقبله ونتهلا فيه وما غنبيعش ليه بقره، يعني اعطيه بنتي معززه المكرمة. يعني انت الصدق ديالك هو يستر الدنيا بنتك. هو يستر ليا بنتي ونحسن لي الشرف، يجي عندي ونفرح به ونسعد به، واللي ما عندي نتسلفها ونطيب ليه ونوكله ونشربه ونتهلا فيه حيت غادي يسر لي بنتي. ورساله منك لهاد الناس اللي كيقولوا بغينا بنتنا الصداق مليون جوج مليون وربعه ربعه من الحاجه. لا لا حشومه، هذوك كيتسموا طماعين، هذوك ما باغينش يعطيو بنتهم، هذوك باغين الفلوس، باغين يطمعوا شو في الجيب. لا حشومه، تعاون معاه الا كان الاب ديالك يسمع فيه ولا الام ديالك يسمع، اي مغربي ماشي هذا بوحده يتعاون مع بنته ويتهلا فيها ويسترها ويفرح ويسعد من اللي ستر ليه بنته. هو يجي يطلع ليه والزقفه مخيره ومخنته وحطها ويقول لك الحمد لله والشكر لله. وهذيك عير كيشدوا الدريه كيزيدوا ليها في الدماغ، دي تولي مسكينه مجوجه خارجه للزنقه باغا عمت حدا تحسك تمشي. انا بلا ما نفسر للناس حدا تمشي، تولي تخرج هذا تقول لي اعطيني هذه اللي تبات هنا واللي لا تبات هنا غدير لهم لعاوع. اللهم نستر بنتي معززا مكرما ونعنقوا بيديا بجوج، هذا اللي غيجي عند بنتي والحمد لله.